السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة أشرح لكم مجموعة من الأفكار اللي جت في الامتحان الخاص بالترم الثاني من 2014 بالإضافة للموك إكزام. أنا هشرح أفكار معينة مش كل الامتحان. أول سؤال بيقول لي اذكر مجموعة من الأبليكيشنز أو التطبيقات اللي بتستخدم فيها الوايرلس سنسور نتورك. طبعا الوايرلس سنسور نتورك احنا ممكن نستخدمها في الكنترول والكوميونيكيشن وانظمه المراقبه والتوجيه ومراقبه المرضى ومساعده الاشخاص اللي عندهم اعاقات باشكالها المختلفه. السؤال اللي بعد كده على السيستم ماب والبروسيس، هو غالبا ما بيجيب السؤال اللي موجود في الواجب، فحضراتكم ياريت تخلوا بالكم من سؤال الواجب السؤال الأول، تحاولوا تذاكروه وتفهموا السيستم ماب اللي حضرتك رسمتها. السؤال الموضح قدامكم ده خاص بالترم اللي فات، كان على الـ e-learning system، فهو بيقول لي ارسم لي السيستم ماب اللي حضرتك تعتقد ان هي بتمثل السيستم الموضح أمامك، والسيستم ماب لازم يكون فيها على الأقل 5 component اللي بتشمل 2 social component واتنين تكنيكال كومبوننت وكومبوننت بينتمي للسيستم انفايرنمنت، بالإضافة إلى ذكر 2 بروسيس حضرتك تشرحهم لي وتوضح لي محتواهم ومعناهم. طبعا ده السيستم ماب المقترحة. أنا برسم شكل بيضاوي كبير بيحتوي على مكونات السيستم كلها، بيكون مجموعة من السب سيستم جواه. فأنا افترضت هنا إنه في كمبيوتر نتورك سب سيستم بيكون مكونة من النتورك والداتابيز سيرفر والويب سيرفر، وكمان افترضت انه طالما ده نظام اي ليرنينج يبقى هيكون فيه نظام فرعي للدفع، هيكون فيه حاجة اسمها البنك لينك والكريدت كارد وطرق اخرى لعملية الدفع او تحويل الاموال. وكمان قلت ان فيه مجموعة من السب سيستم الاخرى زي الريجستريشن سب سيستم نظام للقبول والتسجيل، الكونتنت سب سيستم هيكون جواه مثلا الملفات الخاصه بالمواد، وفي نظام اس ام اس عشان ابعت رسائل اس ام اس للطلبه في حاله تعديل الامتحانات او تعديل اليوزر نيم والباسورد وغير ذلك. وكمان افترضت ان انا عندي مجموعه من اليوزرز مثلا السيستم ادمنستريتور والتوترز اللي هم مدرسين والطلبة والويب ماستر الخاص بالويب سايت للإي ليرنينج سيستم. البروسيس هنختار أي 2 من العناصر اللي موجودة عندي هنا ونكتب معلومات عنهم. فأنا اخترت الداتابيس سيرفر وقلت إن هو عبارة عن سيرفر بيحتوي على معلومات عن الطلبة اللي بتشمل الكورسات الخاصة بيهم والأسايمنت أو التي ام ايز الخاصة بيهم والكورسات وإيه اللي خلصوه من المواد والمواد اللي باقية ليهم. كمان ممكن اتكلم على البنك لينك، هو عبارة عن كونكشن ما بين قسم الحسابات الخاص بالجامعة او القسم المالي وما بين مثلا شبكة البنوك السعودية، وبيسمح للطالب ان هو بيدفع تكلفة الكورسات الخاصة به باستخدام طرق مختلفة. السؤال اللي بعد كده موجود في البلوك الاول بيقول لك اشرح لي ايه المقصود بالبيم ستيرينج والميمو. مش هقف عند النقاط دي كتير، المفروض انها مشروحة بالظبط في الورق، فممكن حضراتكم تذكروها من هناك. ده سؤال جديد نخلي بالنا منه. هو هنا بيقول لي ارسم لي الكونسليشن دياجرام الخاص بالتمانية كوام اللي هو كوادريتشر امبليتيود موديوليشن، وبيقول لي كمان حدد لي البارامترز اللي هي بتشمل الامبليتيود والفيز الخاص بكل سيمبل والبيتس المناظر ليه. طيب احنا عشان نرسم الكونسليشن دياجرام فالمفروض ان احنا نبقى عارفين ان انا بيكون عندي هنا 2 سيمبل رئيسيين اللي هما الاي والكيو، وبيكون فيه 2 امبليتيود. لو تلاحظوا كده تلاحظوا انه في هنا A1 وA2، هنا A1 وA2، هنا سالب A1 وسالب A2 وهكذا. يبقى انا عندي كام امبليتيود؟ هنلاحظ ان فيه 2 امبليتيود،
طيب كم فيز؟ الفيز هنا كان موجب والفيز هنا كان سالب، ونلاحظ ان هما 4 فيز، يبقى انا عندي 2 امبليتيود واربعة فيز. لو ضربنا 2 في 4 هيديني 8 اشكال مختلفة للاشارة، او نقول 8 سيمبلز. طيب بنرسمها ازاي؟ مجرد ان احنا بنكتب هنا A1 A2 في الجزء الموجب، وهنا برضو A1 A2، وهنا بيكون الجزء السالب. لو حضراتكم درستوا موضوع الأرباع أو الكوارترز في الرياضيات، هنلاقي إن هنا بيكون إشارة المنطقة دي موجبة وهنا موجبة، يعني هنا بيكون A1 موجب، A2 موجب، A1 موجب، A2 موجب، وهنا الجزئين دول بيكونوا سوالب. يبقى دي رسمة السيستم ماب الخاصة بالتمانية أكوام. الفقرة التانية بيقول لي حدد لي البارامترز اللي بتشمل الامبليتيود والفيز لكل سيمبل. مبدئيا كده احنا عارفين ان احنا بنستخدم 8 اكوام. علشان نمثل ال8 اكوام محتاجين كام بت؟ محتاجين 3 بت لكل سيمبل، اللي هي تعادل 2 اس 3، لان 2 اس 3 بتديني 8. يبقى هنا الفقرة التانية بيقول لي اكتب لي السيمبلز اللي موجودة عندي، هما 8 سيمبل من S1 لS8، ونكتب الامبليتيود. احنا لاحظنا ان هو A1 A2 A1 A2. طبعا في الامبليتيود ما بنكتبش الاشارة دي مقصود بها الفيز. فنيجي نقول هنا S1 والS2 اللي هما A1 والA2، وبعدين هنا A1 A2 A1 A2 A1 A2، يبقى احنا كتبنا كده الامبليتيود. طيب الفيز هنكتبه ازاي؟ الفيز بيكون في الاتنين الاولانيين 0، وبعدين 90 180 و270. طيب عايزين نكتب الباينري سيمبلز او الباينري بيتس المعبرة عن كل سيمبل. احنا عارفين ان احنا عندنا كام بت؟ عندنا 3 بت. ليه؟ لانه 2 اس 3 بتديني 8 اشكال مختلفة للاشارة. طيب نكتبهم ازاي؟ بنيجي عاملين جدول مكون من 8 صفوف، لان هما 8 سيمبل. ونيجي هنا في الخانة الأولانية نلاحظ إن الصفرة أو الخانة بتغير حالتها كل مرة، يعني نلاقي هنا 0 وبعدين 1 0 1 0 1 0 1. طيب في التانية هيكونوا 0 وبعدين 1، 0 وبعدين 1. طيب في التالتة يبقى هيكونوا 4 أصفار وبعدين 4 وحايد. هنا في غلطة عندي، هنا المفروض إن هما يكونوا 4 وحايد كده. يبقى اللي انا عايز اقوله انه في العمود الاول هنلاقي انه الخانة واحدة بتغير حالتها، يبقى 0 1 0 1. اللي بعدها هيكون 0 1 0 1. اللي بعدها 4 اصفار وبعدين 4 وحايد. لو احنا خدنا الارقام ديت هنلاقيها انها زي الموضحة قدامكم بالظبط. هنا 3 اصفار 3 اصفار، 0 0 1 0 0 1، 0 1 0 0 1 0. التمرين اللي بعده عايز حضراتكم تخلي بالكم معايا، لانه فيه كم فكرة كده شوية. فبيقول لي consider the ultra wide band mask given below، بديني رسمة هنا اللي هي الرسمة الموضحة قدامكم، وبيقول لي يا ترى هو الماكسيمم سبيكترال دينستي بالديسيبل ملي ديسيبل لكل ميجا هرتز في الشكل ده قيمتها كام؟ يعني احنا عايزين نروح على المحور الخاص بالسبكترال دينستي ونشوف اعلى قيمة لي. لو بصينا للرسمة نلاقي انه المحورين، المحور الافقي هو محور الفريكوانسي بالميجا هرتز، والمحور العمودي او الرأسي دوت هو محور السبكترال دينستي ووحدة القياس بالميلي ديسيبل لكل ميجا هرتز. طيب يا ترى اعلى قيمة مسجلة في الرسمة كانت كام؟ اللي هي النقطة ديت، اللي هي تقريبا بتبقى -40 ملي ديسيبل لكل ميجا هرتز. تاني احنا هنا شايفين الرسمة الموضحة قدامكم، اعلى نقطة اللي هي دي، والنقطة دي بتناظر -40 ملي ديسيبل لكل ميجا هرتز، ودي اجابة الفقرة الاولى. النقطة التانية بيقول لي احسب لي الماكسيمم سبيكترال دينستي بالملي وات لكل ميجا هرتز.
طيب هل هنا في الرسمة حاجة اسمها الاسبكترال دينستي؟ نشوف. احنا عارفين دلوقتي انه سالب 40 ديسيبل بتساوي 10 لوجل باور. عايز بس اوضح نقطة هنا كده قبل ما انسى، انه القيم الخاصة بالاسبكترال دينستي في الرسمة مديهاني بالملي ديسيبل، لكن هو عايز يحسبها هنا بالملي وات لكل ميجا هرتز. طيب نلاحظ ان الميجا هرتز في المطلوب هي نفسها الميجا هرتز في الرسمة. طيب الاختلاف في ايه؟ الاختلاف ان وحدة قياس الباور هنا كانت بالملي ديسيبل، وهو عايزها هنا بالملي وات، يبقى احنا عايزين نحول من الديسيبل الى وات. ناخدها خطوة خطوة كده. طبعا هو في الإجابة وحط الناتج وانتهى مرة واحدة، إنما احنا لازم نمشيها خطوة خطوة. هنيجي نقول إن السالب 40 ديسيبل بتساوي 10 لوجل باور. طب جبت السالب 40 منين؟ ما هي احنا لسه حاسبينها اللي هي كانت فوق. يبقى إذا السالب 40 ديسيبل بتساوي 10 لوجل باور. طيب نقسم الطرفين على 10، يعني العشرة دي هتطير، ونقسم السالب 40 على 10 هتديني سالب 4. طيب علشان نحسب قيمة الباور المفروض ان احنا عارفين انه رياضيا اللوغاريتم ده اساسه بيكون 10، يبقى اذا الباور بتساوي 10 اس سالب 4. يعني لو انا عندي سالب 40 ديسيبل فقيمتها بتساوي 10 اس سالب 4 وات. بس انا مش عندي سالب 40 ديسيبل، ده انا بتكلم على سالب 40 ملي ديسيبل. يبقى هنضيف خطوة تانية، هنيجي نقول السالب 40 ديسيبل بتساوي 10 أس سالب 4، لكن احنا عايزين نضرب الطرف الأيمن أو الطرف الأيسر ده في ملي، يعني يكون سالب 40 ملي ديسيبل، يبقى لازم الطرف الأيمن ينضرب في نفس القيمة اللي هي ملي، يعني هيكون 10 أس سالب 4 ملي وات لكل ميجا هرتز. لو حضراتكم متابعين هنلاقي إن لو حذفنا الإم من هنا وهنحذف الام من هنا هيديني المعادله اللي فوق. يبقى اذا الماكسيمم سبكترال دينستي بتاعتي اللي هي سالب 40 ملي ديسيبل لكل ميجا هرتز قيمتها هتساوي 10 اس سالب 4 ملي وات لكل ميجا هرتز. ودي الخطوات اللي بعدها. بيقول لي احسب لي الفقرة اللي بعدها، بيقول لي assuming that لو افترضنا ان الباندويتس اللي موجود عندي قيمته من 3.1 من 10 جيجا هرتز الى 10.6 من 10 جيجا هرتز، يا ترى الماكسيمم emission باور بالملي وات تكون قيمتها كام؟ يبقى هو مديني هنا باندويتس بيتراوح من هاي فريكوانسي ولو فريكوانسي، وعايز يحسب الباور بغض النظر بقى عن كلمة ماكسيمم وإميشن. طيب أنا ملاحظ إنه هنا في الرسمة كان في فريكوانسي وكان في حاجة اسمها سبكترال دينستي. طيب نشوف كده خطوة خطوة. إحنا عارفين إن الباور دينستي بتساوي الباور على الباندويتس. طيب الباندويتس اللي موجود عندي هو قال لي إنه بيتراوح ما بين 10.6 من 10 جيجا هرتز لتلاتة وواحد من 10. طيب الباندويتس مش بيساوي الهاي فريكوانسي ناقص اللو فريكوانسي، نطرح الاثنين من بعض هيديني 7.5 من 10 جيجا هرتز. نطلع نعوض في القانون اللي فوق، فنقول ان الباور دينستي اللي هي سالب 40 ملي ديسيبل لكل ميجا هرتز بتساوي الباور على الباندويتس. يبقى اذا سالب 40 ملي ديسيبل على الميجا هرتز بتساوي الباور على 7.5 من 10 في 10 أس 9 هرتز. مجرد ان انا شلت من هنا الميجا هرتز ووضحت بدلها 10 أس 6. احنا عايزين نحسب الباور، يبقى احنا هنقول دلوقتي بضرب الطرفين في وسطين او المقص، فاحنا هنقول ان الباور بتساوي سالب 40 ملي ديسيبل مضروبة في 7.5 من 10 في 10 أس 9 ونقسم على 10 أس 6 علشان يديني الباور. تاني علشان نحسب الباور فاحنا بنقول هنقسم على المقابل ليها اللي هي 10 أس 6، يبقى نضرب ال 40 ملي ديسيبل في 7.5 في 10 أس 9 ونقسم على 10 أس 6. طيب يبقى إذن دلوقتي سالب 40 ملي ديسيبل مضروبة في 7.5 ف
في 10 أس 9 على 10 أس 6، بس ده هنا بالملي ديسيبل، وهنا الكميات احنا عايزين نحسبها بالوات. ده احنا في الفقرة الأولانية كمان كنا طلعنا إن السالب 40 ملي ديسيبل كانت طلعت ب10 ملي وات لكل ميجا هرتز. يبقى احنا هنشيل مين؟ هنشيل السالب 40 ملي ديسيبل لوحدها، ونضع بدلا منها العشرة أس سالب 4 ملي وات. يبقى إذا الباور بتساوي 10 أس سالب 4 ملي وات، اللي أنا استبدلتها بدل السالب 40 ملي ديسيبل مضروبة ب7.5 في 10 أس 9 مقسومة على 10 أس 6. لو حضرتك ضربت كل الأرقام دي مع بعضها، الأرقام اللي فوق، وقسمتها على المقام، هتلاقي إن الناتج يطلع لك 75/100 ملي وات. وحضراتكم تلاحظوا حاجة، أنا ما ضربتش، أنا ما شلتش الملي وحطيت بدلها 10 أس سالب 3. ليه؟ لأنه هو عايز الناتج هنا بالملي وات زي ما هو في السؤال ده. يبقى الإجابة الخاصة بيه كانت طلعت عندي إن هي 7/10 ملي وات، وأنا طلعتها إنها 75/100 ملي وات، فشغلي كده سليم. الفقرة الأخيرة بيقول لي يا ترى هي إيه النوتشز أو الحواف اللي موجودة في الفيجر، ويا ترى هي أقل قيمة للإميشن عندي كام. طبعا أقل قيمة هتلاقيها اللي هي سالب 85 ديسيبل كل ميجا هرتز زي ما هو قايل في الإجابة. يبقى إذا هنا بيقول لي عند النوتشز بيحصل lower emission، والمفروض إن احنا بنستخدمها علشان نحمي الإشارة من الرادار والراديو أسترونومي، حاجة نظري كده عرفوها زي ما هي. وبيقول لي إن lost emission lowest emission هتكون سالب 85 ملي ديسيبل لكل ميجا هرتز. الفقرة دي تنحفظ زي ما هي. السؤال اللي بعد كده بيتكلم على النود بأنواعها اللي موجودة في الوايرلس سنسور نتورك. طبعا ده سؤال من الأسئلة اللي موجودة في البلوك الثاني. هنا بيقول لي اشرح لي باختصار الرسمة الموضحة قدامك وجاوب لي على الفقرات التالية. أول حاجة وظيفة السنسور نود. طبعا السنسورز هي عبارة عن عناصر إلكترونية بيتم إلقائها في المنطقة اللي احنا عايزين نعرف معلومات عنها، يعني مثلا درجة الحرارة أو الرطوبة أو غير ذلك. فهو بيقول لي هنا وظيفة السنسور نود تكون إيه؟ هنقوله إن كل سنسور نود ليه القدرة إنه يجمع معلومات ويبعتها للسينك. لو نلاحظ كده دي النودز اللي موجودة عندي وبتبعت البيانات لمين؟ للسينك. طيب وظيفة السينك هي إيه؟ السينك ممكن نعتبره كمانجر. فبيقول لي هنا الداتا اللي بتنبعت بواسطة السنسور نود are routed، بيتم إرسالها للسينك اللي ليه القدرة إنه يعمل فوروردينج للداتا ديت لليوزر. كلام بسيط جدا، هو شارح نفسه أصلا. يبقى دلوقتي السنسور نودز بتبعت البيانات للسينك، السينك هيبعت البيانات لليوزر عن طريق الإنترنت والساتلايت. طيب يا ترى هي ايه هي وظيفة اليوزر؟ بيقول لي هنا ان اليوزر هو التاسك مانجر نود اللي بيمثل الاند نتورك نود، بيجمع كل المعلومات ديت وبيعمل لها بروسيسنج وستورينج او الستريتنج، يعني بيحولها لاشكال او رسوم بيانية. السؤال اللي بعد كده مديني الرسمة ديت. الرسمة دي حضراتكم عارفين انها عبارة عن بروتوكول Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance. فهو بيقول لي هنا Consider the following figure to answer the questions. وبيقول لي هنا What is the protocol under action؟ إيه البروتوكول اللي أنا بستخدمه هنا؟ طبعا هو Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance. الفقرة التانية بيقول لي اكتب لي مجموعة الخطوات اللي بتحصل وبتشرح البروتوكول ده. هي الفكرة كلها انه بيقولي لو الميديم اللي موجود عندي بيكون مشغول بإشارة، يبقى المفروض ان الستيشنز هتأجل عملية ارسال البيانات. يبقى انا بشيك على الميديم، لو الميديم لقيت حد بيستخدمه هنتظر، ما لقيتش حد بيستخدمه فالمفروض ان الستيشن
هتنتظر لفترة زمنية معينة اللي هي عدد من التايم سلوت اللي بتحددها على حسب الويندو. فالمفروض ان هنا بيقول لي ان الباك اوف تايمر اخترنا له القيمة الافتراضية 4 من الرينج بتاعي من 0 ل 7، يعني انا مسموح لي اختار من 0 ل 7، فانا اخترت قيمة افتراضية 4، يبقى انا هنتظر فترة زمنية مقدارها 4 تايم سلوت. وبعدين اشيك على الميديم، لقيت عليه داتا هنتظر، اروح اختار قيمة تانية من الرينج دوت اللي هو من 0 ل 7، وبعدين استنى، وبعدين اروح اشيك تاني. لو شيكت ولقيت ان الميديم اللي موجود عندي دوت معلهوش بيانات، فالمفروض ان انا بعمل عملية ترانسميتنج للداتا وانتظر وصول اكنوليدجمنت. وصلني اكنوليدج ابعت الباقي، ما وصلنيش اكنوليدج بعيد العملية من الاول. السؤال اللي بعد كده بيقول لي given that، لو كنت سيادتك عارف ان السلوت تايم كانت قيمته 20 مايكرو سكند، يا ترى القيمة الافتراضية او الانيشيال فاليو الخاصة بالباك اوف تكون كام؟ احنا عارفين هنا السلوت تايم كان 20 مايكرو، وفي السؤال كاتب لي ان الانيشيال فاليو كانت 4، فاحنا هنضرب الـ4 في 20 مايكرو تديني 80 مايكرو سكند. مجموعة من الأسئلة الاختيارية بيقول لي هنا إن الـ IEEE هي إيه؟ هي commercial company، شركة قطاع خاص مثلا، ولا وكالة حكومية، ولا professional association، مجتمع احترافي مثلا. طبعا هي الـ IEEE هي عبارة عن professional association. النقطة اللي بعدها بيقول لي some informal sources of information، بعض المصادر غير الرسمية للمعلومات بتشمل طبعا المنتديات والمدونات والويكيز زي الويكيبيديا. Which of the following is applicable to tracking down technical information؟ ايه من الحاجات اللي جاية ديت بنستخدمها علشان نتابع او نتعرف على معلومات تكنيكال؟ طبعا انا ممكن استخدم اللايبراري كاتالوج، كل مكتبة بيكون ليها كتالوج بيوضح فيه المنشورات اللي بتطلع عن المكتبة دي. ممكن نستخدم الببلشرز داتابيز، قاعدة البيانات الخاصة بالمكتبة الناشرة، او ندخل على موقع اسمه الدي او اي، والدي او اي كل كتاب او منشور بيكون ليه رقم خاص بيه، ممكن نعمله تراكينج للمعلومات عن طريق الدي او اي. سماكس ده عبارة عن بروتوكول بيستخدمه في الوايرلس سنسور نتورك، هو اسمه سيلف اورجانيزنج ميديم اكسس كنترول فور سنسور نتورك. حضراتكم تلاحظوا انه الاربعه الاولانيين على البلوك الثاني. مالتي باث فيدنج افكت كان بي ريديوسد باي ميمو. الميمو هي عباره عن مالتي انبوت مالتي اوتبوت، بيكون عند كل من الترانسميتر والريسيفر أكتر من أنتنة لإرسال واستقبال البيانات. الميمو بتحاول تستخدم المالتي باث فيدنج على الرغم من أنه مشكلة، وبتحوله إلى ميزة لإرسال البيانات. ساينسويدال اللي هي مجموعة إشارات ساين ويف اللي بيكون الفيز الخاص بيها كام، بيقول إن هي أورثوغونال طبعا كوادريتشر. Which of the following is true about the quadrature phase shift key و16 كوام؟ الإجابة هي إن 16 كوام اللي spectral efficiency بيكون أكبر من ال quadrature phase shift key. ليه؟ لأن ال spectral efficiency بتساوي ال bit rate تقريبا على ال bandwidth، وال bit rate بيساوي عدد السامبلز اللي موجودة عندي مضروب في السامبلينج ريت. طيب مين اللي فيه عدد اكتر من السيمبل اللي هي 16؟ لكن هنا الكوادريتشر ممكن نعتبر انه 4 كوام، يبقى ده 16 كوام وده 4 كوام. مين اللي فيه عدد اكبر من السيمبلز؟ يعني مين اللي هيديني بت ريت اعلى، يعني مين اللي هيديني سبيكترال افيشنسي اكبر؟ هو 16 كوام. السبريد سبيكتروم كوميونيكيشن احنا ممكن نطبقها عن طريق الفريكوانسي هوبينج سبريد سبيكتروم او الدايركت سيكونس سبريد سبيكتروم.
An asymmetric key encryption usually has two keys. الاسيمتريك اللي هو زي البابليك كي، كل يوزر او كل انتيتي بيكون ليه بابليك كي وبرايفت كي. differences الفروق في الوصول واستخدام الانفورميشن كوميونيكيشن تكنولوجي ما بين الشمال الغني والجنوب الفقير، ده بيسموه الفجوة الرقمية او الديجيتال ديفايد. هنا بيقول لي ميني وايرلس كوميونيكيشن ستاندرد، المجموعة من القياسات أو من المواصفات الفنية أو التكنيكس الخاصة بالوايرلس بتعرفني حاجة اسمها سبيكترال ماسك، اللي المفروض أنه قوة الإشارة أو الباور سبيكترال دينستي بيكون موجودة فيها المنطقة دي، زي في الرسمة اللي احنا خدناها في السؤال اللي قبل كده. بيقولي a typical application of the IPsec protocol اللي هو Internet Protocol Security، طبعا دوت اللي هو الـ VPN، ان انا بستخدم الانترنت بانشاء تنل مشفر لارسال البيانات ما بين اليوزرز وبعضها. اللي بيجي طبعا دي كلها عبارة عن بروتوكولات في الوايرلس عموما. بيقولي in the fast frequency hopping spectrum، طيب انا عندي نوعين من الفريكوانسي هوبينج، يا اما fast frequency hopping يا اما slow frequency hopping. في slow frequency hopping فالمفروض انه عملية الانتقال ما بين تردد لآخر بيكون اقل من البت ريت، اما في حالة الفاست frequency hopping فان سرعة الانتقال بيكون اكبر من البت ريت. OFDM اختصار كلمة orthogonal frequency division multiplexing. There are two complementary ways for the IEEE 802.11 network to access the medium. في طريقتين بتستخدمهم الـ IEEE 802 علشان تعمل sharing للميديوم، اللي هي carrier sense multiple access with collision avoidance والcontention free period. طبعا الفقرة الأولى غلط، لأن ده السمة CD بنستخدمها مع الإيثرنت. Contentionless مفيش حاجة اسمها contentionless. الانفراستراكشر مود والاد هوك مود دي ملهاش علاقة بالاكسس ميديوم، لكن ده التوبولوجي او الشكل العام لتركيب الشبكة. كونجيتيف راديو از ريليتنج تو ذا ايديا اوف ديتكت اند افويد. الابستراكت هو عبارة عن ملخص للبيبرز الخاصة بأي موضوع بحثي او تكنيكال، فهو بيقول هنا contains بتحتوي على ال outline of the paper الخطوط العامة للورقة البحثية، وال discoveries الاكتشافات أو النواتج اللي طلع ليها الأوثر، وكمان ممكن توصف محتوى ال work أو ال paper نفسها. اللي باقي كله أعتقد أننا شرحه قبل كده في ملفات أخرى، كل ده موجود قبل كده. شكرا، سلام عليكم.